من المتابعة من أرض السلام مدينة شرم الشيخ وانطلاق فعاليات منتدى شباب العالم، تنضم إلينا مباشرة من هناك مفادة التلفزيون المصري أميمة تمام. أميمة، برحب بك، وضعيني في الصورة التي شاهدناها معكم على الهواء مباشرة منذ قليل، ولكن ما يدور في كواليس هذا الحدث الهام وأروقته؟ أهلا بكم معنا زملائي الأعزاء ومشاهدينا الكرام من داخل أروقة منتدى شباب العالم في نسخته الرابعة، وهو قد عاد من جديد منتدى شباب العالم وعادت الجلسات من داخل المنتدى. مشاهدينا الكرام، يسعدنا أن يكون معنا الآن على الهواء الدكتورة نورهان موسى، مستشار قانوني وعضو أيضا البرنامج الرئاسي وأحد المسؤولين عن اللاب أو المنتدى الصغير لريادة الأعمال والشركات الناشئة بمنتدى الشباب. أهلا بك يا دكتور. أهلا بحضرتك. يعني إحنا نقول بقى إيه، يعني الحمد لله على السلامة تاني. أيوة. للمنتدى ولحضرتك. أهلا بيكم. المنتدى يعني مبدئيا عايزين نتكلم عنه في البداية، يعني إيه الاختلاف أو إيه الجديد في المنتدى بعد عودته بعد الجائحة في هذه المرة؟ طبعا هو اختلافه إن هو يرجع بعد الجائحة. طبعا العالم كله كانت الدنيا مقفولة، مفيش فرص للتفاعل البشري زي ما احنا متعودين عليه، فطبعا دي كانت فرصة لطيفة جدا ان احنا نرجع في الوقت ده واحنا واخدين كل الاحتياطات وكل ما يتعلق طبعا بالجائحة. فبالتالي اهلا بيكم واهلا بكل شباب العالم مرة تانية. طيب دكتور، احنا عايزين نتكلم عن ريادة الأعمال وعن اللاب، وتشرحي حضرتك يعني مفهوم أو فكرة اللاب اللي شايفينها موجودة في المنتدى السنة دي في نسخته الرابعة. الحقيقة احنا المنتدى بشكل عام بيطور من نفسه، وبرضو بنشوف التوجهات العالمية، بنحاول نقدم كل ما هو أفضل بالنسبة للشباب في جميع المجالات. من أهم الحاجات دي كانت ريادة الأعمال والشركات الناشئة، اللي مما لا شك فيه أنها بتمثل الشق الأكبر في الاقتصاد العالمي، وبتمثل محرك أساسي للاقتصاد العالمي وتحقيق فرص أكبر للوظائف بشكل عام. الفكرة أن احنا عندنا بنعمل زي مسائل تفاعلية وورش عمل للشركات الناشئة وكل رواد الأعمال بالنسبة للشباب كمان المهتم بهذا المجال. فبيبقى عندنا حاجتين، بنعمل ورش عمل تحضيرية زي يوم 8 و9، ودي مش أول مرة طبعا في النسخة دي، عملنا قبل كده طبعا بنفس الفكر مع التطوير، خاصة ان احنا أخذنا في الاعتبار الجائحة والفرص اللي ظهرت بعد الجائحة. عندنا تاني حاجة في الممر اللي ورا حضرتك كده، في حاجة اسمها ستارت اب فين او الممر بتاع الشركات الناشئة ورواد الأعمال، وده فيه اكتر من 30 شركة رائدة في مجالات مختلفة من اكتر من 12 جنسية. فالفكرة كلها انه بيكون في نوع من التواصل بين اصحاب الافكار والابتكارات من مختلف الجنسيات، بيتفاعلوا مع بعض، في نفس الوقت بيكون في تواصل بشكل فعال اكتر انه وقريب من بعضه مع المستثمرين، مع اصحاب الاعمال، مع المتخصصين في هذا المجال لتقديم افكار جديده، للمساعده في تطوير الفكره، في تقديم نصائح. فكان في الورش كان فيها نوع من التفاعل، كان لطيف جدا وافاد الكثير من الشركات ومن الناس المهتمه برياده الاعمال. طيب يعني نقول هذا المفهوم لريادة الأعمال اللي موجود على هامش المنتدى، إلى أي مدى شايفة إنه هو ممكن يسهم أكتر في تجميع الشعوب مع بعض على فكر واحد؟ وإيه أكتر الأعمال اللي شعرت إنها هي مشتركة ما بين المشاركين من دول مختلفة في العالم؟ الحقيقة بشكل عام فكرة التواصل ممكن يتم عن طريق حاجات كتير، منها فكرة تقديم الخدمات والمنتجات. ففكرة ان انا يكون عندي شركة ناشئة بتعمل في دولة ما، النهاردة فكرة التكنولوجيا والتوسع في هذا الامر خلى في فكرة انه ما فيش نوع من ان انا اقدم مثلا منتج او خدمة داخل مجتمع معين او سوق محلي واحد، اقدر ان انا اقدمه في اكتر من حد. ففكرة التواصل ممكن تتم في اكتر من حاجة، من اهمها ان انا اقدر اكون عندي شركاء من دول تانية، ممكن اقدم الخدمه في اكتر من سوق. النهارده الانترنت مش بتاع حد زي ما دايما بقول، فبالتالي فكره انه ان انا اقدم خدمه معينه خاصه الخدمات التكنولوجيه
ليست قاصرة على مجتمع محلي بعينه، فبالتالي في نوع من التواصل. فالنهارده احنا كل يوم بنتعامل على الانترنت، بنستخدم ابلكيشنز كتيره قد تكون مملوكه لشركات اجنبيه وقد تكون مملوكه لشركات وطنيه، ففكره التفاعل ومقدمي الخدمات موجوده. فكره التواصل بتتم طبعا من خلال الافكار الجديده، لانه النهارده احنا في عالم سريع بطبيعه الحال، فبالتالي فكره ان انا اعمل منتج او اعمل خدمه وافضل قاعد عليها وهي دي مش ده الحال خالص تماما. الحاجات اللي انا شفتها مشتركه في بعض الموضوع، في شركات كتير قدمت حلول ذكيه فيما يتعلق به بعد الجائحه. وليه؟ لانه الجائحه كانت اختبار للانسانيه بشكل عام، وبالتالي كان على قد ما هي اثرت على العديد من الاعمال الا انها خلقت فرص تانية وخلقت افكار جديده، غيرت نمط الحياه يا دكتور خالص. طبعا غيرت نمط الحياه، وبالتالي بقى في شركات بتقدم حلول متماشيه بقى مع الجديد. يعني على ذكر ما بعد الجائحة، احنا بنشوف انه يعني المنتدى في هذا العام هو بيركز تركيز شديد جدا على العالم ما بعد الجائحة. يعني كيف تغير العالم من وجهة نظرك فيما بعد الجائحة؟ واهم الموضوعات اللي المنتدى مهتم جدا بانه هو يتطرق ليها في هذا الشأن. طيب خليني ابتدي بفكرة المنتدى. المنتدى بشكل عام كانت الثيم الاساسي بتاعه هو العالم ما بعد الجائحة، وبالتالي كل الموضوعات المتعلقة بالانسانية والتطور والتكنولوجيا هتكون بتتكلم من منظور ما بعد الجائحة، من حيث التحديات، من حيث الحلول الجديدة، من حيث التعاون بشكل عام. بشكل اخر بقى العالم حصل له ايه؟ او الجائحة عملت ايه؟ الجائحة كانت جرس انذار اول حاجة للإنسانية. هنلاقي بعض الدول نجحت بشكل كويس جدا في التعامل مع هذا الفيروس، وكان البعد الإنساني بيلعب دور مهم جدا. مصر كانت من الدول الذكية الجاهزة اللي قدرت انها تتماشى من غير تأثير كبير علينا، وده احنا لمسناه. يعني احنا اخذنا الميجرز بدري، اتحركنا بشكل افضل، كان في نوع من التواصل بين القيادة والتواصل بين المسؤولين ومتخذي القرار وما إلى آخره مع الشعب، كان في نوع من التواصل، ما كانش عندنا حالة الفزع والذعر اللي تمت في بعض الدول. فأول حاجة طبعا أنا بعتبره كان اختبار للإنسانية وجرس إنذار لإعادة أو إن إحنا نشوف إحنا بنتعامل إزاي مع بعض. تاني حاجة من ناحية الدول بشكل عام، لا في بعض الدول للأسف ما قدرتش إنها تدير ده بشكل قوي وبشكل يعني خليني اقولها بطريقه ايه، انه كانت بتظهر بمظهر معين ولكنها في الازمه عندما اختبرت اضطرت للاغلاق واضطرت في دول اضطرت للاغلاق، وفي منها من فشل في تقديم ده، في منها من اثار الفزع في نفوس شعبه. فبالتالي انا اقدر اقول ان انا كنت فخوره جدا باللي احنا عملناه. احنا شعب برضو مش صغير، عدده كبير، عندنا تحديات كتيره، وبالتالي فكره التواصل اللي تمت كانت تواصل يعني طمئنا برغم حاله الفزع اللي كانت موجوده في العالم. بالنسبه لي دايما فكره برضو رياده العمل والفكره بشكل ان التكنولوجيا بتلعب دور كبير والتكنولوجيا سريعه التطور، الا ان بعد الجائحه اضطرينا، يعني اللي ما كانش بيحب التكنولوجيا او مش عايز يتعامل معاها وما زال بيتعامل على الطريقه التقليديه لقى ان هو لا محال بقى، خلاص ما فيش مفر من انه لازم اكون متفاعل اكتر مع التكنولوجيا. وده اللي بيخلينا بعد كده نقول ان لازم يكون في حلول سريعه، حلول افضل، اطر تشريعيه، اطر قانونيه، يكون في نوع من رفع حاله الوعي. يعني كانك بتعملي اعاده، يعني السلوك نفسه اتغير، السلوك على الانترنت اتغير. صحيح. طيب يعني على ذكر الانترنت واحنا بنتكلم عن الرقمنة والدولة بتتجه دلوقتي للرقمنة، احنا بنجد انه العالم بيتغير. يعني اصبح دلوقتي ما كان يصلح من 3 سنين او من 4 سنين اصبح لا يصلح. يعني احنا بنجد حتى المنتدى السنة دي في بعض الجلسات يعني بيستخدم فيها الفيرتشول، بتعمل فيرتشول، بتعمل برضو فيديو كونفرنس وما الى ذلك. تعتقد مستقبل الرقمنة يعني هيكون ايه في منطقة الشرق الاوسط، وايه الدور اللي ممكن يقوم به المنتدى لدعم الرقمنة في العالم بشكل عام؟ الحقيقة المنتدى زي ما كنت بقول لحضرتك ان هو ابتدى يتطرق للموضوعات بشكل ما بعد الجائحة. واحدة من الحاجات دي هو فكرة
التعامل مع التكنولوجيا والسلوك الإنساني على الإنترنت والموضوعات اللي بتقدم على الإنترنت والخدمات المقدمة النهاردة اللي أنا بقدر أكون موجودة فيها على الإنترنت، فكل ده ساعد على إيه؟ على أن أنا بتواصل. الفكرة اللي إحنا عملناها السنة دي إن يبقى في بث مباشر وإن حضرتك تقدري تعرفي كل حاجة عن المنتدى واللي بيحصل كأنك كنت موجودة فيرتواليتي بشكل عام. أقدر أقول إنه بشكل عام فكرة إن أنا أتعامل مع التكنولوجيا وإن أنا أكون موجودة على الإنترنت بقى بشكل يومي يكاد يكون 100%. فبالتالي ده بالنسبة لنا إحنا، بالنسبة للمنتدى، بالنسبة بشكل عام بقى اللي بيحصل في العالم إيه والتكنولوجيا والرقمنة والتحول الرقمي. في دول كتير لو بنتكلم زي ما حضرتك كنت بتقولي على الشرق الأوسط، لا إحنا عندنا نماذج ناجحة جدا في الكثير من الدول، منها عندنا مثلا الإمارات دولة رائدة جدا في هذا الأمر، عندنا مصر أنا سعيدة جدا لأني برضو بلمس ده بشكل يومي في بطبيعة العمل. لا إحنا عندنا سياسات النهاردة أوراق عمل بتطلع فيما يتعلق بالتحول الرقمي، فيه اهتمام بشكل مباشر من السيد الرئيس فيما يتعلق بالرقمنة، بيقدم برضو التسهيلات فيما يتعلق بالرقمنة، في نوع من أن كل الوزارات والجهات المعنية ابتدت تتكلم عن الرقمنة وابتدت تزيد الوعي للناس فيما يتعلق بالرقمنة. عندنا قوانين وأطر تشريعية كثيرة متعلقة بحماية البيانات، الجرائم على الانترنت زي ما حضرتك كنت بتقولي في حاجات ما كانتش بتنفع، انما كل ما يحدث على ارض الواقع او في الحياه اللي احنا عايشينها يجوز ان يحصل فيها العالم الافتراضي. فبالتالي هي الجريمه ممكن تتم هنا وممكن تتم على الانترنت، لكن اختلاف الميديم او الوسيط نفسه هو وسيط الانترنت. فبالتالي فكره طرق الاثبات واحاسب ازاي والكلام ده كله هي اللي تحدي، مش تحدي لمصر بس، تحدي للعالم كله. فانا شايفه انه احنا محتاجين على الصعيد الاخر يكون في نوع من تكرار هذه الالفاظ. عندنا فكره الذكاء الاصطناعي مساله شائكه جدا مش بالبساطه. في الورك شوبس كان في ورش العمل فيها بمناسبة الذكاء الاصطناعي كان فيها الروبوت كان بيقدم للمشاركين، يعني فعلا العالم بيتغير بيتطور جدا. صحيح. دكتور نورهان احنا سعدنا جدا بلقاء حضرتك، شكرا جزيلا لك دكتورة نورهان. شكرا. مستشار قانوني وعضو ايضا برنامج الرئاسي واحدى المسؤولين عن المنتدى الصغير لريادة الاعمال والشركات في المنتدى، شكرا لك. شكرا لحضرتك، ميرسي قوي. اشكرك اميمة تمام مفادة التلفزيون المصري وضيفتك الكريمة.